تزوجتي مرتين واتطلقتي مرتين، شو اللي تغير بعد يعني الطلاق الثاني بنيلي؟ شو اللي بيغيرك؟ شو اليوم نيلي كيف تنظر للزواج؟ انا ببص ان يعني مش هيصيبك الا نصيبك. بقيت ابص للمواضيع العلاقات بشكل اهدى كتير يعني، وشايفه يعني الجواز ك يا اما اتنين يعيشوا مع بعض يكونوا فعلا مبسوطين وعايزين ده، يا اما بلاها، حاجه من الاتنين يعني. مفيش داعي حد يجي على عشان خاطر حاجه يعني. انا ضد ان الناس بتقعد عشان خاطر الاولاد ومش عارف ايه ويدوروا على حجج لحياه فاشله. شو معناتها تكون مبسوطين؟ متفاهمين. التفاهم مهم قوي، الصدق مهم قوي، الراحه النفسيه مهمه قوي. دي حاجات كلها حلوه لما الحاجات دي الاساسيه دي، الثقه طبعا لما ما بتكونش موجوده استحاله يكون الحياه سعيده. هل تغيرت نظرتك للرجل؟ تغيرت نظرتك للزواج؟ هل ممكن تقولي لا ما انا ما بقى اتزوج؟ ممكن ما اتجوزش ليه يعني، او يعني قفلتي ولا بعد في الباب مفتوح شوي بحال حصل؟ لا انا ما قفلتش من الفكره، بس يعني جه ما جاش ما جاش يعني. انا ما عنديش 16 سنه اللي هو عايز اتجوز يعني، فاهم خالص. انا كل بدور عليه هدوء، اكون انا مبسوطه اول حاجه، عايزه اكون انا مبسوطه في حياتي، وفي حاجات كتير جدا تبسطني.